Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est la soustraction. Ça va faire qui connaît Chatrine? Darasna liom, du coup, on a un tarh. On a un exercice à la soustraction, on a un tarh. بس قبل ما نبلش بدي نبهكم لضروره غسل الايدين بالماء والصابون لمده يزيد عن 20 ثانيه وضروره عدم الاختلاط وارتداء الكمامه لتحموا حالكم من فيروس كورونا. كمان بدي اطلب منكم شغله مهمه كثير، تعملوا الدفوار بطريقه صحيحه وتبعثوا للاجابه للمعلمي. خلينا نبلش بدرسنا. في عندنا 14523-14212 يعني 14523 ناقص 14212. اول شيء نبلش نطرح اليونيتي مع بعضهم من بعضهم. 3-2=1، 3 ناقص 2 بيطلع معنا الجواب 1. ننتقل لخانة الديزاين، دو موا ان، دو موا ان ايجال ان، 2 ناقص 1، 2 شلنا منه 1 بضل معنا 1، بنحط ان بخانة الديزاين. ننتقل لخانة سنتين، 5-2 5-2 ايجال 3، يعني 5 شلنا منه 2 بضل معنا 3، بنحط 3 بخانة سنتين بخانة المئات. هلا بننتقل لخانة الملية، 4-4 4-4 ايجال 0، يعني 4 وشلنا منه 4 بضل معنا 0، بنحط 0 بخانة الملية بخانة الالوف. هلا بننتقل لخانة عشرات الالوف، ام و ا ايجال 0، 1 شلنا منه 1 بضل معنا 0، بنحط 0 بخانة عشرات الالوف، يطلع معنا جواب 311، يعني 14523-14212 ايجال 311. هلا بدنا ننتقل، في عندنا 12369-12255. اول شيء بنبلش نطرح اليونيتين من بعضهم، 9-5 يعني عندنا 9 شلنا منها 5 بضل معنا 4، بنحط 4 بخانه اليونيتين. بننتقل لخانه الديزاين، لخانه العشرات، 6-5 6-5 ايجال 1، 6 شلنا منها 5 بضل معنا 1، 6 شلنا منها 5 بضل معنا 1، بنحط ا بخانه الديزاين. بننتقل لخانه سنتين، 3-2 3 شلنا منها 2 بضل معنا 1 بضل معنا 1، بنحط 1 بخانه سنتين. هلا بننتقل لخانه الميليه، 2-2 2-2 ايجال 0، 2 شلنا منها 2 بضل معنا 0، 2 شلنا منها 2 بضل معنا 0، نحط 0 بخانه الميليه. بننتقل لخانه عشرات الالوف، ام و ا ايجال 0، بنحط 0 بخانه عشرات الالوف، يطلع معنا جواب 114، يعني 12369-12255 ايجال 114 114، يعني 114. هلا في عنا 12580-11000، يعني 12580 ناقص 11000. بدكم تعملوا هذا الدفوار بالبيت، تعملوه بالطريقة الصحيحة، تطلعوا الإجابة وتبعتوا هيدي الإجابة المضبوطة للمعلمي. 12580-11000، 12580 ناقص 11000. هلا قبل ما اختم بتمنى تكونوا فهمتوا الدرس منيح، بدي اطلب منكم شغله مهمه كتير، تعملوا الدفوار بالطريقه الصحيحه، طلعوا الاجابات بالطريقه الصحيحه وتبعتوا الاجابه للمعلمه. وهلا اسمحوا لي اقول لكم اورفوار، باي.